مع كل السادة المشاهدين اللي تابعونا، وكانت آخر فقراتنا هي الأحداث والقضايا الرياضية مع الأستاذ الصحفي محمد هيثم محمد علي، صحفي ومحلل رياضي. كثير من الفقرات وأيضا كمان الصحة كانت حاضرة معنا اليوم من خلال القلب وما يليه ومعالجة القلب مع دكتورنا اللي كان موجود معنا. أيضا كمان الجمال هو حاضر معنا، تحدثنا عن البشرة بأنواعها المختلفة، تحدثنا عن الجمال بطرق، وتنقلنا في ولايات السودان وفي الخرطوم بالعموم، مشينا جبل أولية، وأيضا كمان شفنا كثير من الإبداعات الفنية اللي اصطحبنا معنا من خلال هذا الصباح. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لكل اللي رافقونا وكانوا معنا في يوم الثلاثاء. نشوفكم إن شاء الله في يوم جديد لهذا الأسبوع. دمتم في أمان الله. سنا حمر عينو زينا خو منيا للأخوة ما دفت خيرو ما شوية يلي تملي تدفع معها ملوية الطايبة الألوف ما بتجيب المية وبحاد ما الزمن نار الكرم حية جيبلي كريم صغير ما بيمشي في الفراغ نجار العشير والدخري في الحوبة صاين عرض راخص ماله للشكرة ستار العروض اللي بيدفع الواقع داب الكركرة أسد الخلب عاجات مطهور يا المشكر للبلية ابن الكريم ربايا اليتامى ومركز الضيفة البارس يحيط بعد المساهرنا بعيني بشوف فرق الكرم قدام صايق الخير كتير يسند في الدعاء بربي في الأيدا اسمك عيسى كشاي دموع الهام طب حليت برب فرجت أمر أنهام ابني كريم غني وشكري هو يا خدرة الليم صنديق الرجال ما بينقدر بالهون يا الحر المعصر يا ذهب شيمون الحر المعصر يا ذهب شيمون يا دور رفاق للعروض مامون سموك اللزوم القاطع المسموم قضايا القرود قل الفقر صابون جبلي كريم تمساحة برا الحجر هرود القيل يا نمر الفروع في الغابة ما كثر الظل الضليل فيها يرتص الرايد اطمحنا وللميعاد للميعاد كسر يا شذر الهنا شايل السمر والليل انت الشهر صيح منك بتمل كيف عجيب لي كريم ربايا اليتامى غنت لبينا وجديسه